كافيين معكم عالم الصباح. وصلنا لفقرة بوقتها ولنتعرف أكثر كيف فينا نستعمل ونستفيد من السوشيال ميديا بالأحداث اللي عم بتصير مع مايا زنكول. بونجور مايا. صباح الخير. كيفك؟ تمام؟ صار زمان ما شفتك. ايه صار زمان ما شفتك. اليوم ما شوفي عنا فائزة الموضوع، رح نحكي أكثر عن السوشيال ميديا وكيف فينا نستعملهم بهالأوضاع الحالية. يعني حبينا هالحلقة نوقف شوي تركيزنا على أشياء جديدة ونرجع نركز على موضوع تويتر وعلى موضوع كيف فينا نستعمله بهالأوضاع اللي نحن فيها، اللي هي في أوضاع أمنية، بنسمع الناس خايفين، الناس دائماً عم بيحكوا إنه شو معقول يصير بعدين وهيك أشياء. في عنا تويتر تنعرف شو عم بيصير هلا، هيدا الشيء الكثير مهم، انه تويتر شيء اسمه ريل تايم، يعني شيء عم بيصير هلا دغري لايف، مثل ما نحن هلا عم نطلع على الهواء لايف، تويتر كمان هو ناس عم بيحكوا مع بعضهم لايف، نحن فينا نتابع هالتطورات. فتنرجع نتذكر شوي، نحن قبل حكينا عن تويتر بس خلينا نرجع نتذكر كيف فينا نفوت على تويتر. فاذا الويب سايت هو twitter.com، نفوت على twitter.com. اذا نحن اول مره بنفوت على تويتر فينا نعمل ساين اب من هالمنطقة هون، منحط اسمنا إيميلنا وباسورد ومنعمل ساين أب. وإذا كان عنا أكاونت من قبل منعمل ساين إن بالأكاونت. أنا عم بعمل هون ساين إن باسمي وعم بحط الباسورد وبعمل ساين إن حتى فوت على تويتر وضلني عم تابع آخر تطورات. نرجع نذكر شوي على السريع كيف يشتغل تويتر. بس نفوت على الهوم عنا ناس نحن عاملين لهم فولو، منشوف شو عم يحكوا فينا، هيك بهالطريقة نحن نحكي مع بعض ومع الأشخاص اللي نحن عاملين لهم فولو. وفي عنا هون كونكت يلي هي بتفرجينا نحن شو عم نحكي مع يعني شو ردوا علينا العالم اخر فتره، وديسكفر يلي هي بتخلينا نتعرف على اشياء جديده عم بتصير بالعالم. أوكي. بس تنعتبر انا هلا بدي اعرف شو عم بيصير بلبنان هلا تحديدا هلا، وهون بتجي فكره الهاشتاجز. شو يعني هاشتاج وكيف بنعمل هاشتاج؟ هاشتاج هي الكاري المربع يلي بنشوفه على تليفوننا مرات، نستعمله الرقم مثل ما عم بتشوفه، ومنكتب مثلا لبنان. شفنا هون انه صارت مكتوبه بالاحمر، ليه؟ لانه صارت لينك، صار فيي اكبس على لبنان وشوف حال لحدا شو عامل تويت بالعالم، شو كاتب عن لبنان بهالموضوع. اوكي. وهون هذا الشيء كثير مهم نستعمله، لنعتبر لا سمح الله اذا صار في انفجار او شيء حدث امني، دغري بنعمل تويت وبنحط لبنان، هيك الاشخاص فيهم يتابعوا او فينا نسمي شيء معين، مثلا مثل ما صار للاسف بطرابلس جماعة الماضيه، نكتب طرابلس اذا فينا او انفجار تريبولي لبنان. وحب اعطي هون مثل حقيقي يلي هو مع شخص على تويتر انا بعمل له فولو اسمه بيروت سبرينغ. هو وقت صار الانفجار كان بطرابلس، وكلنا بنعرف يعني بس يصير في انفجارات بينقطعوا الخطوط وما بيعطونا نحكي مع بعض، بس الانترنت الواي فاي بيضلوا، هاي الطريقه الوحيده يمكن اللي فينا نحكي فيها مع غير اشخاص. فخلينا نفوت عند شوي بيروت سبرينغ اللي هو اسمه مصطفى حموي على تويتر، هو اسمه بيروت سبرينغ، اذا بدكم تعملوا له فولو بتلاقوه @بيروت سبرينغ. خلينا نشوف شوي التويتس اللي عملهم باللحظه اللي صار فيها الانفجار. هو كان قاعد ببيته وسمع الانفجار، عمل اول تويت هيوج اكسبلوجن نير ماي هاوس، صار في انفجار كثير حد بيتي وكل ازاز تكسر. فنحن عم نفوت على تويتر قلنا شو هالشغله، يعني اكيد هيدي بتصير دغري حتى قبل التلفزيونات، لانه تا يكون وصل الخبر خلص بيكون الاشخاص دغري خبروا، واسرع من التلفزيون، اسرع من الراديو، اسرع من كل الريبورترز اللي بدهم يوصلوا لنا الخبريه 100%. من هيك الواحد في يستعمل تويتر تيعرف دغري، هو اسمه ريل تايم يعني هلا. فهون هيدا اول تويت. شو عمل اول شغله؟ راح شاف اذا عائلته كلهم منيح، بنشوف عمل تويت شاف اذا عائلته منيح، عمل تويت انه عائلتي كلهم منيح، انا عايش بعشر طابق وكل ازاز بالبيت مكسر. ورجع فرجينا صورة، بلش هون يمكن رايق شوي، بلش يمكن هيدي أول صورة بنشوفها بهذا الحدث 100%. هلا عم نشوف الصورة، الصورة طبعا عم تعمل لودينج. هيدا بيته هون وشايفين كل الإزاز مكسر على الأرض، على الأرض. ومنلاحظ إنه مستعمل هاشتاج تريبولي قلبي. ليه استعمل قلبي؟ على الأرجح لأنه في تريبولي بليبيا والناس بيضيعوا، فاستعمل تريبولي قلبي، تريبولي لبنان. وإذا كبست هلا أنا على هالهاشتاج بياخذني على صفحه فيها كل التويتس اللي انعملوا اللي خصهم بهذا الموضوع اللي هو تريبولي قلبي. فاذا انكبست عليها وهلا صفحه عم تعمل، ودائما كمان فيك ترجعي تعملي ريتويت او ترجعي تعلقي على. اكيد هلا بنحكي عن الريتويت. اوكي. ريتويت يعني اذا حدا عمل تويت وانا كمان بدي شارك الناس اللي عاملين لي فولو، بكبس على كبسه ريتويت اللي هي بتكون موجوده هون مثل ما شايفين حد التويتس. هون بتكون حد كل تويت في عنده ريتويت، بس اكبس على ريتويت خلص التويت مثل ما هو بيصير مبين عندي. يعني بيصير انا عم شارك هيدا هيدا الشيء اللي حطه عنده مع اصدقائي، مع اصحابي. أكيد. واصحابي فيهم كمان ياخذوا يعملوا ريتويت، يرجعوا يعملوا ريتويت، يرجعوا يشوفوا العالم اصحابهم عندهم. وكيف بنعرف اذا تويت اخذ نتيجه يعني او كثير ناس شافوه؟ بنكبس على
التويت تنعتبر هيدا تويت هون بفرجينا كم شخص عمل له ريتويت. يعني هون بنشوف هيدا التويت اخذ 2 ريتويت اوكي بيبينوا قدامنا وبيبين عنا مين عمل ريتويت. هلا انا هون عم شوف كل التويتس يلي خصهم بتريبولي قلبي، هيدي هي الهاشتاج. عم شوف التوب تويتس، يعني اكثر تويت اخذين ريتويت او اكثر تويت الناس حبوهم. في كمان اكبس على اول اذا ما بدي يكون في فلترنج، يعني بدي اشوف كل التويتس شو ما حكي حيلا شخص حتى لو الناس مش كثير عملوا له ريتويتنج او ردوا عليها. بكبس على اول هون بشوف أوكي. كل التويتس بدون يعني فلترنج. حيلا حدا استعمل تويت تريبولي قلبي او لبنان ببين عندي. وفي عندي كمان اوبشن بيبل يو فولو، يعني الاشخاص بس اللي انا عملت لهم فولو شو عملوا تويت بهالموضوع. أوكي. يعني هون كل الطرق تنعمل فلترنج، وبهالطريقه فينا نعرف اي معلومات صحيحه. وفي شغله كثير لازم ننتبه لها اكيد، انه مش اذا شيء انحط على تويتر يعني 100% حقيقه. كثير هين الواحد يكب فكره ويكذب او يبرم حقائق، او نحن ياخذنا على طريق غير ما نكون نحن يمكن عم على طريق ثاني كنا اكيد او يالف خبريه ويحطها يعني اشاعه. هلا بهالفتره كثير هين تطلع كثير دارجه. فكيف فينا نعرف انه اذا هالشيء صحيح؟ بنشوف اذا كذا شخص عم يحكي عن نفس الموضوع. يعني تنعتبر بوضع انفجار طرابلس، اذا حطينا تريبولي قلبي كنا شفنا كذا تويت من اشخاص بطرابلس كلهم سمعوا الانفجار. هيدا الشيء بياكد لنا انه بلا هيدا الشيء مزبوط، لانه في كثير ناس سمعوا عم يحكوا مش بس نفس الشيء، يعني ما حدا عم يقول شيء ثاني. هلا هاي بالنسبه لتويتر، بس اذا قلتي لي انا على الطريق كيف بدي افوت على تويتر؟ تويتر معمول اصلا تنستعمله على التليفونات وعلى الايباد. يعني اذا انا عندي تليفوني دغري فوت على تويتر وبعمل تويت من قلب تليفوني. هلا انا معي هون ايباد وراح فرجيكم كيف فينا على الايباد نستعمل تويتر. هو دائما بس اسهل على الايباد من انه التليفون. التليفون تحسي حالك انه يمكن شوي محصوره، ما كثير بتقشع القصص مظبوطه. هو الشاشه صغيره بس تويتر على التليفون كثير بس يعني عملي. اذا بدك تويتر بيشتغل بسهوله كثير. فاذا هلا عم بوصل الايباد، مفروض تشوفوا قدامكم الايباد مثل ما عم تبين عندي. هلا بيفرجونا اياها. فاذا بنفوت على الاب ستور وهون بنلاقي تويتر كابلكيشن. شو ما كان عندنا تليفون، يعني اذا كنا على اندرويد نستعمل جوجل بلاي، اذا كنا على ابل على الاب ستور بنلاقي الابلكيشن تويتر ومننزلها عنا. ونفس الطريقه مثل ما شفنا على الكمبيوتر فينا نستعمله كمان على التليفونات او على الايباد. نفس الطريقه عندنا هون هوم، عندنا التويتس شو حكيوا معنا الناس، وديسكفر كرمال نعمل سيرش. فاذا هون انا بدي افتش عن لبنان بعمل سيرش لبنان وبيفرجيني كل التويتس اللي خصهم بموضوع لبنان. اكيد حسب سرعه الكونكشن تيكون عامل لود. نفس الشيء مش بس بيفرجيني تويتس، كمان بيفرجيني اشخاص في اعمل لهم فولو. يعني هون مثلا شفنا تويتر اكاونت اسمه لبنان نيوز. هيدا تويتر اكاونت ما بيخبر الا شو في اخبار بريكنج نيوز من لبنان ومن الميدل ايست. هلا كثير مهم نعرف مين بدنا نعمل فولو على تويتر. يعني اذا نحن بهمنا دائما نعرف اخر اخبار، في كثير اكونتس على تويتر هدفهم بس يعملوا تويتس بريكنج نيوز. كيف بدنا نعرفهم؟ كيف بدنا نشوفهم؟ كيف بدنا نلحقهم؟ هون فينا نعمل سيرش بنفتش. يعني بلبنان معروفين هن محطات تلفزيون اكثر شيء، وفي مثل هذا الاكونت اللي شفناه لبنان نيوز، وبنعمل سيرش بريكنج نيوز بلبنان بقلب تويتر وبيفرجينا تويتر الاكونتس اللي لازم نحن نعمل لهم فولو. اوكي. هلا غير تويتر، تنعتبر تويتر استعملناه وشفناه على الكمبيوتر، بدي ارجع على الانترنت صار الحدث وعرفنا، بدي اتابع شو عم بيحكوا الناس عن هالموضوع. هون في شيء اسمه بلوجز. نحن من اول ما بلشنا يعني صار لنا تقريبا سنه بعد ما فتنا بموضوع البلوجز، لان البلوجينج عالم ثاني لحاله، عالم كبير وواسع، وان شاء الله يعني قريبا بنوصل لهالموضوع بنفوت بالتفاصيل. بس في كثير بلوجز لبنانيه حابه انا احكي عنهم هلا، لانه هالبلوجز هن ناس مثلي ومثلك عايشين بلبنان. يعني منن اخبار او منن يعني ما عندهم اجنده اذا بدك، هودي ناس عادي عم بيخبروا حياتهم اليوميه بلبنان كيف. في معنا مثلا بلوج بلدي، وانا كثير حابب له اسمه لانه بلوج بلدي يعني بخبرنا منا وفينا يعني من جوا. ايه حتى اللوجو عنده بنشوف بلوج بلدي 5000 ليره، يعني كثير مهضوم مثل ما عاملينه. وكل فتره بيحطوا اخبار عن لبنان، مرات بيحطوا اشياء اكيد تسليه مش بس جديه، ودائما بس يصير في حدث امني بيحكوا عنه. يعني مثلا هون هن عم بيخبروا برايهم كيف فينا ننتبه انه ما يصير في شيء حدنا، يعني اذا شفنا سياره مشبوهه لازم نخبر عنها، ننتبه كيف مين عم بيستعملنا تليفوناتنا، اشياء هيك تفاصيل اكيد كل واحد. او اذا في اشخاص بعدها واقفه بمطرح معين، مثل امبارحه صارت معنا يعني انه في شخص تقريبا شي ساعه ساعه ونص واقف بكورنر انه لوقت طويل، فالوقت فكرنا انه بركي لا خلينا نحكي انه في شيء يعني لانتبهنا، طلع انه يمكن من
من الدولة بس انه لابس مدني. هلا ايه الواحد اذا بصير يخاف بصير يشك بصير تشك بحيلا شيء حدك، بس شو الشيء اللي بيريحني انا شخصيا انه معي تليفوني شو ما كان، اذا في شيء مشبوه او شكيت فيه دغري بفتح تويتر بحكي وبصيروا يحكوا مع الناس بيردوا علي، يعني هاي شغله ما بتكوني وحيده، يعني وين ما تكوني بتحسي كانه الكل معك بنفس المحل. ايه هيدا شيء كثير حلو يعني. صحيح. فهيدا بلوج بلدي، في غير بلوجز كمان، في مثل جينوس بلوج كثير بوبيلر بلبنان يعني كثير عالم بيتبعوه، كمان هو عامل بلوج بوست حاطط انه انتبهوا على الاشياء المشبوه فيها، كيف فينا ننتبه لها، يعني صار لنا كذا سنه بلبنان للاسف مش دائما بيكون الوضع منيح، كيف فينا نحن ننتبه ونخبر، اهم شيء نحكي عن هالموضوع. في كمان بلوج بلس 961، يعني واذا بتفتش على جوجل اكيد في كتير بلوجز بيحكوا عن لبنان. طبيعي. وهون كل واحد بيشوف اي بلوج هو بيرتاح له اكثر وبيخبر معلومات بتفيده اكثر، فاذا تويتر بلوجينج وحتى فيسبوك، يعني اذا ما عندنا تويتر بس بنصحكم اكيد كلكم تفتحوا تويتر اكاونت وتحكوا عن الوضع عن شو عم بيصير حواليكم على تويتر حتى كلنا نعرف نشارك الاحداث والمعلومات يعني يلي بنعرفها. انا بدي اشكرك مايا اكيد على المعلومات اللي بتعطينا اياها دائما، وعلى امل كمان بنرجع نشوفك ان شاء الله عن قريب كمان نحكي بركي اكثر عن البلوجز، لانه مثل ما قلتي عالم واسع وكيف الواحد في كمان يفتح هو البلوج الخاص فيه. رح نتوقف مع فاصل اعلاني واخيرا ختامها مسك رح نكون مع الشيف شادي لنشوف كمان اي نوع باستا رح يعملها لليوم وشو كانت رح تكون او شو هي الخلطه اللي رح تكون كمان بالباستا. ما تروحوا لبعيد.